عفو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا لاباس عليك حبيبه بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. معك طاقم مجربة اسواق تيجي؟ اه. كنت كلمت معك البارح، كنت عيانه ما قدرتيش تهضري البارح. لا الصغار تبعيني هم خلع لي فيها. والحمد لله الحمد لله، سمعنا اخبار زوينه بعدا الحمد لله للزوج ديالك الحمد لله. شنو الاخبار؟ انه ما عندوش المحامل في جيريس. ما سمعتهاش انا الاخبار. الحمد لله هذا هو الخبر اللي كاين دابا. الحمد لله. وانت انا نقدر نقول شحال الفيروس. نتمنى الله تعالى، نتمنى الله تعالى. انت علاش انا عايشه في نفس الاسره؟ هذاك الشيء نتمنى الله تعالى. انا ما وكلتش، انا ما وكلتش ولادي بيدي، وولادي ما دارتوليش ما كاينش الفرح عندهم. ما يمكنش انا راجلي ولا هذاك الشيء ما يتصابوش بيا انا في الدار. وانا بغيت نسولك واحد السؤال، حيت انا دابا اصابعي حرقت. اي مرحبا. دابا انتوما تتعرفوا بهاد الاعراض ديال فيروس كورونا ياك؟ اييه. بغيت نسولك شنو الاعراض ديالو؟ يعني كاين ضيق في التنفس، كحه بزاف، يعني حريقه في الصدر، حراره. اها. هادشي اللي حنا لا عارفين، الاطباء تمايا هما عارفين اكثر منا. قالوا لي كيكون فيه اسهال مكان. ربما توكل على الاسهال. ايوه. ما يكونوش دايزين. ايوه. ولكن انا لا ما عنديش هادشي. دابا التحاليل هي اللي غتبين هادشي كله غتبين. التحاليل يقدروا يكونوا غالطين فيها. انا بصحة جيدة، انا بصحة جيدة عادية. اذا تخدر اي واحد من الستريس ما في الزمن. تقدر ربما قبل ما تتعاني من شي مرض مثلا كنتيك مع البارحة تكلمتي معنا ما كنتيش قادرة حتى تهضر، يعني كان شادك واحد السالة بزاف بزاف، يعني هذيك غير القحة تكون ديال البرد ضروري اي واحد تتشدو. اختي هادشي اللي كنتمناو لهلا يضركم احبيبي. ايوا واحد تتشدو. انا بالنسبة لي انا غير فيها غير قحة. اليو في دايزين، هو ما خصوش يكون دايزين. وصافي هذوما الاعراض اللي عندو هادية. واش غيعاودو لك التحاليل؟ انا البارح ما كنت بغيت ندوي معاكم على حسب انني هنا كنسحبو ما يهتمو بيا ويشوفو سعيد وراقبوني. يعني ملي مشيت تسمى كيفاش المعاملة ديال الناس الاطر الطبية اللي معاكم سبيطة؟ ما كاينش المعاملة اختي. ما كيجوش عندك ما لا والو، ما كاينش المراقبة او اللي يجيب عندك ويسولوك. هذاك الشيء انا ما كنتش بغيت ندوي معاك حتى شي جريده. يعني انا دابا ماشي صحه جيده، يعني الحمد لله اليوم فرق كبير. البارح البحث من العالم بيني تاثرنا بزاف، ما بغيت نهضر معاك. البارح انا اللي ماشي كان فيا حرق صدر او لحس، انا اللي ما بغيتش ندوي هكذاك، فاضطريت نقول لك بهذيك الطريقه انني مزمونه. فانني هما حد قالوا لي ما تدويش مع الصحافه، راه غتشوهك، راه غدير لك بزاف حوايج، راه هادي. شكون اللي قالها لك؟ شي المهم شي اطار هنايا الاطار ديال المندوبيه. هكذاك. دابا واش انت في مستشفى محمد خايف؟ اي كيف؟ واش في يعني في الفوق في السبيطار ولا في هذوك هذوك البيوت اللي داروهم في لا انا في الفوق في السبيطار، انا الفوق في الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه؟ اه. واش ما قالوش باش يعاودوا لك التحاليل؟ ما كانوا فيا، ولكن انا غادي نعاود نطالب بهم ضروري، ما نعاود نطالب بهم. شكون كيجي يطلع عليك مثلا واش الفرمليات الاطباء كيدخلوا عندي؟ لا 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 ما كاين حتى حد من هذا الشيء اللي كان تذكري انت، ما كاينش. ما دايرين لك الاجهزه التنفس ما حتى حاجه؟ لا لا حتى راه ما فيش شي خنقه او زمطه اللي يديروا لي داك الشيء. بالنسبه للاكل شكون كيجيبوا لك؟ الاكل ما كذب الله، انا تنعطي له والله الاكل هو هذاك عادي. مزيان. نظافه؟ نظافه ما كاينش، كاين بالنسبه لي الله. اليوم جا عندي عامل صبيص بالنسبه اليوم. شحال انت تما دابا؟ انا بالنسبه للايام بالنسبه لي من نهار يوم الاثنين. نهار الاثنين؟ ما كيدخلوش عندك كاع بالمره، ما جا عندك حتى شي حد ما داولك لا دواء ولا والو. ممنوع من يوم من نهار باش عرفوا الاخبار، نهار عرفوا الاخبار نهار الاربع. الاربع يعني صالح يوم الخميس. كي داروا لي تخطيط ديال القلب، تخطيط سكاني الراديو، صافي عطوني شي فريد فقط. يعني يوميا ما كاين لا دواء غير سدين عليك وصافي؟ يوميا كاين لا دواء، كاين غير قلت لك فريد. انا ما كنقدرش قلت لك، انا ممكن تقول اسمي ديال الدواء اللي عطيتك؟ اختي ما قاريش، ولكن ممكن نقولوا لك بالحروف. قولي بالحروف، قولي اسبرين لحظة دقيقة. بالفرنسية ولا بالعربية؟ بالاول بالفرنسي. بالفرنسي؟ زد لا تتنحي ليا. واخا شو مشكل زد؟ اها
L L I I H H R R O O N A N A X X في الهروماكس أهانك ولا أخر؟ بي بي مشي بي يعني يديك ديال لديك بي بلاتي يقولوا لك بالعربية بالعربية نقول لك أفكار حسنا ما أخي خذ قرية صوروا في مقارية الأرقام المشاقية الكلمة أها صبري معي با با العربية أي ذا لم مشروكش لم مشروكش يعني بالآلي يعني ال لا لا ال آ كف كف ياء ياء نون نون ياء ياء ب لا 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 صار فقط قلتنا دوما الدول هاتين فقط كنشربوا الراسي يعني الراسي بالراسي مزيان مهم للذين ممكن زور ليش أسئلة يعني عيتين كتنقولوا واخا حبيبتي الله حبيبتي ليا يعني اللي مثلا ملكتو هذه من هنايا الاسير هذه المراكش ياك مع بوسك واش داروا لكم شي احتياطات وراوكم اش ديروا اش ما ديروش الناس ديال اسير من هنا غير باش تعقموا ريوسكم تحموا ريوسكم يعني شي تنميه او شي تبريد لا 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 ما كاينش لك شي حاجه انتم غادي زعما غادي البؤرات المرض تاوح زعما ما وراكم اذا تاخذوا احتياطاتكم لا انا اللي كنعقم راسي الراس يعني انا رد البل اقصى ضررتي يعني انا هذاك الشيء انا كنقول لي كيفاش نكون صافي فيه ها واخا ملي وصل كملي رد البل احسن درجه يعني ملي وصلت للكلينيك في الموبيلونس ملي دخلت للكلينيك يعني تباعدين يعني الكلينيك لا واش مشيتي للكلينيك ولا مشيتي للمستشفى لا الكلينيك الناس تعاونوني الناس هذو اللي لساتني شادين دوك عاونونا حنا حتى انا السبيطار دابا السبيطار المخزن يعني كلشي سبب كورونا ما يمكنش كتمشي ليه فحنايا الناس عاونتنا باش نتفاداو هذا الامر مزيان باش يعني ما نجيبوش ننقلو شي مرض الحمد لله مزيان فالناس هذو مساكن غير هاد العيالات اللي شادين دايرين فينا غير خير دايرين فينا غير خير دوينا شي بركه مساكن جمعوا علينا مزيان جمعوني نحت لي ما بغوش مزيان الناس الناس بالله اختي زين تيجي لي مو اكيد سمو بحال المحسنين يعني جمعوا لينا بركه بزافياتهم وجابوها لينا الحمد لله اختي الذين ملي وصلت لمراكش واش كانوا شي اجراءات وقائيه داخل الكلينيك يعني واش كاين احتمال انكم تصابوا بالمرض الا كان اكثر حراسه في الكلينيك اكثر حراسه تدخلي تتحطي تتحطي في باطك في المعقم ويتنفع مزيان وتيقيسوا لك الحراره ديالو وحتى تدير المعقم في يدك وكانت المسافه بين جوج متر حتى المتر ونص مزيان وكمان يعني كيفاش تدخلي بلاك ماما وتتصوتوا الى بغيتي تمشي بكلينيك وتعاودي تروحي شي مره اخرى وضروري تخفي يديك وتعاودي يعني الاجراءات كلها وقائيه كنتي تاخذينها هو وقاية وأكبر وقاية ممكن على تقدر تصوري مزيان ويعني ملي وصلتوا البراج بالرجوع ديالكم ملي وصلتوا البراج ديال اسي وزدوكم السبيطار باعتباركم كنتوا جايين من مراكش ما كاينش شي جيتو نيشان الدار جينا نيشان الدار واش طاشات لكم لجنه اليقظه الوبائيه لا ما طلبوش منكم باش ديروا الحجر الصحي ولا حتى شي واحد ما هضر معاكم حتى كتحكي في الدار ما عيطش لينا شي حد حتى انا ما تصدقش انا اللي اتصلت اليوم بالاراده ديالي يعني في المره الاولى اتصلت بيه هذا ديال الكوفيد هما دوك اللي كانوا يقاضوا هما اللي كانوا يقاضوا حنا نقولوا كوفيد يعني انا ما تعرفش انا ما قاريش ليه اي حبيبي هما هذوك اتصلت بيهم قلت لهم اخويا هاكين راني مشيت للسبيطار وقالوا لي ما عنديش ولكن انا بغيت نعاود نتاكد منكم نتوما يعني انت اللي طلب منك انت يعني انت حد مازال عندك حتى حد ما قال لك واش دخلتيه واش خرجتي نهائيا لا لا بالامر ديالي انا اللي اتصلت بيه ها
وإلا بغوا يديروا تفس التسجيل المكالمة بغوا يجدوهم رغي القولي آلي يتصل بيهم. مزيان. وأول ما عرفتي فيك الأعراض ديال كورونا أشنو الإجراء اللي درتي؟ هو اللي تصفي بيهم؟ أنا في السيمان ديالك هو اللي خلاك تصفي بيهم؟ أنا اللي خلاني زفاء أنا أنا حاكم بيا الناس اللي تصفي من الأبي كل شيء. أشنو ضرك اللي زين بشنو؟ باش حسيتي باش عيطي اليوم؟ نور أنا خلصت أنا وليداتي عندي زوج وليدات تبارك الله. ما يخليهم لك لحدهم. وليدات باقي صغيرة يعني عندي ولدي أنا مريض بالضيقة. مسكين الله يشكله. عنده يلا عنده دابا ماشي شهر 6 ان شاء الله. يعني ولدي عنده الضيقه يعني اول ما يتصاب هو خاصو يكون. يعني اول ما شفت اقل مناعه هما اللي كيتصابوا بالمرض. اه كتبغي تنسر لك هذا ولا بغيتي تنسر يعني هذا الوليد عندي انا في الضيقه و سيت مدوزالي وعندي هذاك انني فوت من يدير لي الحلاج وداك الشيء عنده الضيقه. يعني اول خصو من اول ما غادي تزرته هو ولدي. صح. خصوصا جلسي معاه كتير ممكن يعني جلسي معاه كتير ونشوف مبعين من خلطة جلسنا معاه 14 دابا 14 يوم من الاولى وهذه غير الاخيرة هذا بس حما مرة مشيتي لمراكش وجيتي مشينا جوج مرات بعد درت نسر هاك جوج مرات فاش خرجتي من اسي شكون اللي عطاك الابن باش تمشي من اسي؟ خديتها من المندوبية ورقة من المندوبية وشفت المقاطعة خديت ورقة من المقاطعة يعني كتب قانونية قانونية في الاول مشينا في الموبيلوز ديال المخزن اها ديال السبيطار هنا ايه الثانية طلبنا فيهم التعيينة ما بغوش اضطرينا من الناس عاونونا باش خلينا لومبيلونس ب 24 الف اها عاونونا فاضطريت نهز لانه الحالة ديالها راه الدكتور اللي عاود لكم في الكلينيك ان الحالة ديالها خطيرة والمرحلة الثالثة متقدمة متقدمة يعني بين سرطان فيها المرض وما يمكنش انا نشوف خالتي نهار على نهار تموت قدامي صح دابا هي كاينه معاك في المستشفى ولا في لوطيل مازال ديالها؟ المستشفى وتيقولوا لي بالله راه غيعالجوها وغيديروا ليها الدويه الشيء اللي خاصها ضروري ديروا كتنهار في خاصها ديروا. اها. الشيء اللي الاشياء اللي عندها يوميا فما داروا لها حتى حاجه. فهي سادين عليها؟ سادين عليها بدون ادويه بدون شي حاجه. ويوم على يوم تتنهار قدامي فهذاك الشيء اللي تعجزوا عليها. وانا متحملش انني شوفت النهار يوم لي فقلت لي دابا ممكن نعاود نوصل لها للكلينيك ديالي فانا فانا حسيت بالاعراض حسيت غير اعراض بالكحه كلها اللي ما تجيني عادي انا تجيني عادي واليوم في بنزين ليها يعني منزله لا غير عاديه لا كسبات كما تقولوا انتم ما تعرفوش هذاك يعني انا ما حسيت غير هذوما الاعراض انا قلت انا العام يعني يقدروا هما يكونوا عارفين محسن مني يقول لي لا عندي قال لي انا عندي عندك الدار عندي قال لي شنو من الاعراض اللي حسيتي قال لي الكحه اللي عندك حرق بقراجه قلت لي لا اللي عندك شي نوف كلاشي قلت لي لا قال لي عندك شي حرق في الراس قلت لي انت قال لي كنت عندك شي سخانه قلت لي كان في حيدات يعني ما بقاش فيا يعني راه خطا بقى فيا انا ما بقاش فيا قال لي سميتو لي ممكن عبر لك الصح ديالك قلت له اخويا دخل معايا لحمي مع مرقابة ما يمكنش إلا المعروني فقال لي كذا فدخل الدار فقال أنا عايش يشوف عدوسي فقال لي لا ممكن تعرف لي النقاب في خويا زاروني قال لي أه قال لي درت لها دايرة الكمامة ديالي فطلعت الكمامة وعريتي غير جهتي فدار عبر لي الصاد قال لي عندك الصاد مزيان وعادي ما تخافيش كاين الخوف قال لي ما تخافيش أه. فأنا من قال لي واحد يعني شنو كتشد النور يعني كوفيد 19 أنك عندك حالة عادية وما تقوال بقى غتخافي؟ لا ما تخافيش طبعا يعني عطاكي ضمان أنك ما تخافيش اها فتنساز بعد ثلاثة سوايع في عيط ليا اها لي أنا الذي سفي الله أكبر ديالك اش قالك؟ سفي الله أكبر ديالك في الواتساب والأكبر ديال عدوزة دي عدوزتك يعني خالتي اها فصيفة تروميسي خويا علاش بغيتو لاكار ديالي أنا كنت نعرف ليش ونكتب شي حاجه تحاليل انا نساعد معكم غنمشي ندير بخاطري فقال لي جاوب لي بحال قطعه عصبيه قال لي راه هاد الشيء اللي حنا بغيناهم قلت لي واخا خويا انا صيفطهم دابا واخا صيفطهم عاود اتصلوا بيا مده مدى الساعه عاود اتصلوا بيا ايه قال لي يا لاله زينب راه حنايا حد مده ساعه حنا غنجيو عندك قلت لي باش نجوكي ديروكي ديري تحليله
كي يعني شون انا قال لي عطي شون بكي صافي انا لي باش يكون قال لي ربي سهر شوي غيرتي يا طالما مدية كان الزوج ديالك في الدار فاش طاشن فيك؟ اه كان زوج ديالي فزوجها وقال لي هزي غرد وسوق الميت ديالها يعني انا عاد بالي يشوفوا الحاله ديالها ولا شي حاجه فهمتي فنسيت الوريقات ديالها ونزيد الدواء ديالها وجيت جيت معاها فتتفاجئ تيقول لي جلسي ولا شنو ديال كذا وخطاك كي كيفاش اخويا ما فهمتكش قال لي تغدسي معانا هنايا تيجو التحاليل يا خويا كنا غير علمتيني كيفاش لا كيفاش هزوا لك التحاليل طريقة تخرجك واش في الدم؟ يخشوا لك واحد بحال واحد بحال الخيط في القطب يخشوا لك الداخل اللي يفق مزيان وتهزوا لي الدم ايه تهزوا لي الدم ايه كمل اختي اختي كنت تقعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنتي ملي ملي جابوك سميتو بالنسبة للحوايج ديالك شكون جابهم لك؟ ما جابهم كيبقى ضرب بلا حوايج لحد الان ما كيتواصلوش معك هاد الناس ما فدينا لك وصافي لحد الان شحال دابا اليوم من في السبيطار انا دابا من يوم الاثنين اليوم الجمعه بس يوم جمعه جمعه بعد مباراه كانت اللي نوع لك اختي على المسلمين اجمعين ورمضان كريم دخل عليك رمضان نوع لك اختي امين امين يا ربي نسمعوا لك يا ربي اخبار طيبه ان شاء الله ويكون امين مزيانين جابوني صافي الماكله اللي كتوصلك ولكن باش تشوفي شي مراقبه او شي حاجه ما كايناش وسؤال اخر لزين واش تقدر تقولي لينا الناس اللي جاو عندكم تجد جوزتك من جيتو انت ويا من مراكش شحال شحال ديال الناس عندكم غير خمسة الناس اللي جاو لينا هاد البركه تعاونونا معنا بها جاو تولوا عليكم في الدار البركات تعاونوا معنا باش نمشيو دابا العيلة تاع الكلينيك باش تعالج هادو وانتي مشيتي مشيتي للفابريكا؟ لا اختي انا مشيت لا ما مشيتش ملي جيتي من مراكش ما مشيتيش بالمرة فابريكا يعني طيرت هاد 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 ثلاث مرات اللي مشيتي فيها لمراكش او ثلاث مرات اللي مشيتي وجيتي واش عمرتي ما جيتي في وقت الاداره؟ انا ما دخلتش الوزير انا ما دخلتش الوزير انا تنتصل هاتي هي ما مشيتيش الوزير بالمرة؟ لا ما دخلتش الوزير انا ما خرجتش واحد ما خالطتش شي واحد ما نخالط مع شي واحد هذاك الشيء اللي تفسرت انا مشيت ولكن ما نخالطش مع شي واحد لان خرجوا اشاعات كثيره قالوا على انك مشيتي وديك الصوره على حسب انا اسف حد عدوتي خدامه في الوزين اها اش مشيتي كدير في الوزين كناخذ حد بريزور شارج اللي كيعاوننا في المصاري هكذاك يعني الاداره ما بقيتيش ليها المره دخلت لها ولكن ما يكفي انا شي حاجه ولا شي حاجه دخلت ولكن خصوصا شي منقبه كدير النقاب دير اللي جات دير النقاب دير اللي جات ما يمكنش نقيس شي حاجه بالقمامه قلت لهم يمكن لك الوزن تبقوني لي الا ما كنتي دايره القمامه نعم فهمتيني فهمتك فدخلتي سولت غير على بازور شارج ورجعت يعني ما عطيتهم الاوراق لا شي حاجه باش يرجعوا نقولوا غيتعادوا او يتنسوا ولا يتعادوا نقولوا حنا مثلا قلنا يكون فيها يا فهمتي وبالنسبه للاعراض الافراد عائلتك اللي خدامين في الشابريكه شنو خدام معاه جوزك في الشابريكه خدامي معاه هذا بزاف الناس لا من العائله عندك من العائله ما العائلة ما عندهاش واحد خدام مع العائلة هي قالوا لنا بنات خالته بنات خالته كل بنات خالته هي خدامة في فابريكا لا اختي انا ما تنعرفش لا انا عرفتها غير دوسي انا ما تنعرفش هذاك عرفتها غير دوسي وقتها فقط كاين اخوتها تاهي خدامة في فابريكا ولكن ماشي بنت في فابريكا معاها راه بعيدة على اختها فابريكا اخرى تاهي جات عندكم زارتكم هاد اختها ملي جات المرة ولكن بدون ما تسلم علينا ولا تقول لا الناس يجوا عندنا بدون ما يسلموا علينا يعني باش نقولوا سلموا علينا ولا شي حاجه غيتقاسوا ولكن ما سلموش يعني انت ولاو في دارك واخا يعني جيتي دايره احتياط انك ما تسلمي على حد ما تخالطي يعني ما تمسي حد ما والو هاد الامور انت دايره بعين الاعتبار مع نفسك هاد احكي لي ورا بعين الاعتبار ولو نقولوا هنا بلا الناس انا سلمت عليهم مثلا مثلا راه ترى توليداتي راه تسلم عليهم وترى جيتك تسلم عليهم صح ومالو ما تقاس واكثر عرضه هو ولدي اللي قلت لك انا عنده الضيقه وبالنسبه لعجوز شحال ما بقات خدمات مسكينه فاش مرضات شحال المده ما بقاتش خدمات مسكينه هي شهرين اختي ما خدامهاش ما كانتش مسكينه لوزين لا ما تقدرش هي تحرك فانا هي كنت مضطر نجيب لها وريقاتها او لا شي حاجه
لدرجة أنها تعرف بقى أنت الرق في تلف الترجورتان لأنه الناس تعاونوا بالشبارة كانت تعاونوا بها غير هذه الساعة في حال الله تاني نشوفوا شي محسنين آخرين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. كما كانت هذيك الترجورتان اللي يتكلف لها بالنص ديال المصاري والنص لا تتكملي من عندك قولي الأغلبية تتكملي من عندك تعرف لي مرض صارت قبل ما نكمل مش صح هي أخذ مصاري كثير فهذوك الناس مسافرين غير جبروا لنا شي بركة داروا فينا خير كبير للذين يعني انت من دخلت المستشفى ونطلحت هذا كبير يعني بالنسبه لساكنه ديال ألسي كيدير على ان من مده احنا حاصلنا لان ألسي زيرو كورونا ودابا كيقولوا تمرك عين البيت اشنو رسالتك لهاد الناس اللي كيقولوا لك انك جبتي لينا المرض انا ما جبت والو نعم وانا دابا بقى غنعاود نطالب بالتحليلات غادي يكون وقع شي غلط والله اعلم حيت انا نقولوا بالله الفيروسية أختي يكون أنا بعدا أزمة مغيرة بزاف حوايج دابا نفسيا عيانة لا هذه نفسيا عيانة ولكن في صحتي بخير وهذا الشيء دابا اللي أنت وصلتي ليه يعني لما كتحمل المسؤولية بالنسبة لهاد هاد الظالمة إذا كاملة وهاد الشيء كامل دابا لما كتحمل المسؤولية لا هاد الناس اللي ما اهتموش بينا واش للسلطات أو الناس ديال المستشفى الاطر الطبيه لا انا ما كنحملش شي حد شي حاجه انا كنحمل الا الغلط اللي دايروا لنا دابا شنو هو الغلط لذينا لانه الاهتمام ما كاينش الاهتمام واش سلك ما كيسولوش فك يعني من اصغر الاطار حتى الاكبر الاطار حتى السلطات حتى السلطات وتحت ما كيجي عندكم لا لا تحت تواحد ما توصلنا ولا تتسائل علينا او لا في هاتف ده لا تتسائل مهم للذين اللي غنقول لك هو انت من الله تعالى ان بالصح كيف ما تبتات النتيجة ديال الزوجة لأنها سلبية انا سمعت اخبار اخرى غتشوفكم تأكدوا علي انتوما اسمها يختي بلا قالوا بنت شي بوليسي جدات تحالية في النهار اللي جدت انا ما عندها والو خرجت سلبية ولكن هي درت في نفس النهار اللي درت فيه أنا درتوهم في نهار واحد هي دخلت فيه ولا اثنين هي خرجت النتيجة ديالها البارح على أنها سلبية خرجت البارح ولا خرجت معايا في نفس النهار لا لا كان ضمن غير البارح وقال اللي تعرف هاد الأمور البارح البارح ولكن عاد كنت شي مخبي كيفاش مخبي؟ أنا تنظن هاد شي مخبي أنا لما عرفت بالله نفس النهار اللي درت فيه في ساعتين اللي درت فيه أنا وهي كانت عايشة في مراكش انا ما كنتش عايشة فيه انا ما نخالطش مع الناس هي كانت مع الناس انا مشيت بالقانون وجيت بالقانون باجراءات قانونيه وخذت باجراءات قانونيه ووقائيه شكرا يعني كم المعقم عندي الا جيتي تبحثي عندي كم المعقم دايره ولدرجه انني من دخلت لداري كم فلت خلفت الخمر فلت كل شيء عند الباب حيت تحويج في الباب انت ما جيت لي نفضت كل شيء خويجي في الباب بحال لي عبطت صوري في الزوجه الاتصالية عبطت عندي نفضت خويجي نفضت خالتي نفضت لحظه شديتهم حطيتهم في الصل عليه الموجعين حطيتهم قلت باش ما نتلاقاو بيني لا باب لا والو كل شيء حلو لي راجلي كما صبت نفضتهم رجليه انا غسلت يديا حل لي راجلي غسلت يديا بالصابون حويجها قد توغسلت هي حالتها هي لدرجة انها هي دوشت كاع دخلت مع الباب ما في فعلها دابا مؤخرا انت دابا ملي جيتي بقات عندك الوسواس على ان ممكن ماشي دابا ولا الوسواس هو اللي قهرني انا نعم انا الوسواس انني هو اللي قهرني فقط اما الحاله ديالي الحمد لله الحمد لله لا لازم كتمنوا الى تعاود لك التحاليل يا ربي تكون سلبيه يا ربي كون يا بنتي كتهضري كدوي معانا دابا انت كتهضري معايا والحمد لله متفائله بك ان ماشي كوال يعني احساسي انا دابا شوفي تقدر تقولي كيما فيها سؤال نفسيات ويقدر الغلط من المختبر زعما الغلط وارد الغلط وارد نتمنى الله تعالى اي درت خير الخطائين والتوابين صح
يعني يكون غلط بسيط وقاس المختبر او شيء هذا. حتى انا من جيت في الاول كنت واخا ولكن الاخر عملت نشوف صحي بيها ما فيها والو. انت تبقى على الاعراض خاصها تكون ما فيهاش. الحمد لله اسي كون لو كيف من مالك ان تكون يعني خطا تكون هذا الصحه تكون صح كما كنا زيرو حاله كما كنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنتمنوا لك الشفاء ما تجيب دابا اللي انت فيها. نتمنوا لك الشفاء اللهم رب الناس ادهي بالباس واشفي اختي زينب. انت تسالي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يكلا. امين يا رب. وكذلك الله يحفظ ام الزوج ديالك والله يسهل عليهم. انا دابا انا خال علي لي خال عاد كنا الدرج غنمشيو نهار خميس وما غنرجعوش اس ما غنرجعوش لانه علاش حيت ممنوع نرجعو لاسين حتى عندها العلاج عندها حصص شهر ونص ديال الحصه. كنا ما غنرجعوش سبحان الله سبحان الله وربي كبير الله تعالى قادر على كل شيء. هناك حكمه لا يعلمها الا الله. هادشي كامل كاين حكمة كيعلم بها الله تعالى. وأختي رمضان كريم الله يدخلو عليك وعلينا يا ربي جميع المسلمين والمسلمات باش نتمنيتو. وإن شاء الله الرحمن الرحيم تكون نتائج سلبية وتبقى دايما آسية بزيرو كورونا. أنا تنتقبلو وعادي أي واحد كيخطأ لأنه باش يكونوا القدوة ما يكونوش طبالي خاطئين كل من المختبر الخطأ وأي واحد معاه كثرت عليه وكثرت التحاليل غيقدروا يخطئوا بشاك. بصح بصح قدرت تحاليل عليهم يقدروا يخطئوا. حبيبه نقول لك اخر كلام نقولوا لك هو طاقم اشواق تي في مدينه اساسي خصوصا كيف اشواق تي في من مدينه اساسي طاقم اشواق يعني احنا جريده وطنيه سميتها اشواق. كنتمنوا لك اشواق هي اشواق اساسي. كنت منا ولك حبيبه الشفاء التام يا ربي ونسمعوا لك خبيره زوينه. وحنا باقيين الحمد لله باقيين متابعين معكم الحاله ديالكم يعني بارك الله فيك وان شاء الله الرحمن الرحيم تكون سلبيه ونهارك سعيد. وشوفي وباش شي حيت تهضر من اسي في حيت تهضر برا الناس كاع كما ترعبت. مره الرقم ديال الجريده عندك اختي اي جديد كان وفي نبي صوني اللي معيط لك اي حاجه كانت الرحمن الرحيم وفينا باي جديد كان. شكرا اختي شكرا. امين لك ونهارك طيب والله يخليك على خير اختي. امين اختي شكرا. امين اختي السلام عليكم تبقى على خير.